جسم الانسان ربنا خلقه اعظم جسم في هذا التاريخ، يستطيع ان يحارب اي مرض ايا كان، بس احنا بتعاملنا الغلط معاه ممكن يحدث بعض الاشياء. نروح للدكتور يكتب لنا مضاد حيوي، المضاد الحيوي اللي احنا بناخده كنتيجه للافراط فيه المناعه تضعف ساعتها. المناعه تضعف ساعتها، لكن الجسم بتاعنا هو كويس، لكن الاستخدام الخاطئ للادويه بيخلي الجسم بتاعنا ما يشتغلش كما اراده الله عز وجل. فاحنا عشان نخلي الجسم بتاع الطفل او جسمنا يشتغل بشكل كويس، ان احنا نعرف ازاي نتعامل معاه. هو يهمه ان انت تاخدي الدواء من هنا، يفهم تاخدي الدواء من هنا تلاقيه فاق من هنا بقى كويس، الدكتور ده شاطر برافو. فنسقف للدكتور وكلنا نروح لهذا الدكتور، لان ابني خف من اول لحظه، وده غلط. هو نجح في حياته لكن دمر حياه انسان في سبيل الشهره، لكن الصح ان احنا بنسيب الجسم بتاعنا، حتى لو الطفل مريض عنده مثلا اعراض شويه معينه، بنسيب الجسم بالشكل الطبيعي ان هو يشتغل مثلا وليكن على الالتهاب او الخلل اللي موجود عندنا، وهو تلقائيا الجسم بيستطيع ان هو يتخطاها في مده زمنيه معينه، لكن احنا عايزين دلوقتي ابن اخف عشان اشوفه استريح، مفيش حاجه اسمها كده. كملي معايا عشان اقول لك هنعمل ايه. كملي معايا عشان اقول لك هنعمل ايه. يبقى احنا قلنا دلوقتي بس يبقى احنا قلنا دلوقتي بس يبقى احنا قلنا دلوقتي المناعه بتاعتنا كلنا بلا استثناء بتبقى الله عز وجل خلقها كده حاجه مختلفه كويسه، لكن احنا بسبب الاهمال واخذ مثلا المضادات الحيويه بشكل مستمر، فالجسم ما بيقدرش بعد كده ان هو يتعامل مع المرض. الحاجه الثانيه هو عنده سخونيه، هل في ترجيع؟ هل في اسهال؟ هل في مغص وتقلصات؟ يعني هو ما فيش يعني بص هو يجي له سخونيه ومع صدره الاثنين مع بعض بس كده، يعني عنده سعال بشكل مستمر. انا لسه كاشف عليه من اسبوع بالظبط، جه امبارح لقيته بقى له يومين دفى وبيسخن بالليل والكحه. انا اديته دواء كان اللي هو الدكتور كان كاتبه له، بس انا مش فاكره اسمه ايه، تقريبا ايفوبرونت. عشان بديله سوائل وبديله حاجه للحساسيه، حاجه تانية للحساسيه. والله بالنسبه للايفي برونت هو اصلا حاجه علشان السعال، الكحه الايفي برونت بنكتبه علشان الكحه وبنكتبه يعني بيخف كمان. دي بس عشان السخونيه. لا ده الكبسيد للكحه، علشان كبسيد للكحه. يعني لبوس للكحه. اسم اللبوس ايه؟ كبسيد. كبسيد. وبتاخدي الايفي برونت عشان الكحه، وكمان اللي بديله الدواء بروفين للسخونيه. يعني تقدري تقولي بصي انا هقول لك، يعني دلوقتي احنا دلوقتي انت بتدي له بروفين كمسكن ومضاد للالتهابات وخافض للحراره، وبتدي له الايفي برونت علشان الكحه، وبتدي له الكبسيد علشان الكحه ايضا، يعني تدي له ثلاث حاجات مختلفه. والله انا هديك نصيحه طبيعيه كده، انا مش عايزك اولا تخاف على ابنك مهما كان، يعني فكره الخوف المبالغ فيه مش عايزين، عايزين امتى ان انا اراجع الطبيب، ان انا استخدم اول حاجه، مش عايزك تفكري في الادويه. مشكلتنا ان احنا على طول دائما نفكر في الدواء. يا جماعه الدواء ده بيبقى مرحله متاخره شويه، سواء كان مع الاطفال او مع الكبار او ايا كان. ليه مرحله متاخره شويه؟ علشان احنا عايزين نرفع المناعه بتاعتنا. ما تقوليش لا ده انا ابني مناعته ضعيفه، الدكتور قال لي كده. اي دكتور يقول لك ابنك مناعته ضعيفه سيبيه وما تروحيلوش تاني، حتى لو هو شاطر من وجهه نظرك يعني ما فيش حد، يعني الاصل ان هو يرفع المناعه بتاعه الطفل ويزود المناعه بتاعه الطفل من خلال ان هو مثلا وليكن ندي مثلا وليكن الاشياء اللي ممكن مثلا وليكن ناخدها تزود مناعه الطفل. بص بالنسبه للكحه يعني بنقول ان احنا لو اسمعي بقى الكلام ده مهم جدا، لو خدنا معلقه كبيره من عسل النحل الطبيعي قبل النوم، نعمله مثلا كمشروب مكون مثلا من العسل والليمون علشان نزود الفعاليه بتاعته، يبقى مثلا العسل بالليمون معلقه كبيره كده من عسل النحل الطبيعي قبل النوم، ما يحصل ارتفاع في درجة الحرارة نستخدم كمادات المية الباردة، وفي حال ما ممكن المية الباردة في حالة ان احنا عدينا يومين ثلاثة ايام وبنستخدم هذه الاشياء اللي هي مثلا معلقة عسل النحل الطبيعي قبل النوم، وممكن نضاعفها مثلا نضاعف الفعالية بتاعتها بان احنا مثلا نحط عصرة ليمون عليها، دي تعتبر افضل علاج على الاطلاق للاطفال من عمر سنتين وانت طالعة لعلاج الكحة، افضل علاج على الاطلاق. افضل عسل اصلا بس ما بكونش بحط عليه ليمون بصراحه. ممكن عسل بالليمون وياخدها قبل النوم. بص الطريقه قبل النوم، بقول لك قبل النوم احنا بنستعمل وخلاص، قبل النوم احنا بنستعمل وخلاص. فدي كده رقم واحد. تاني حاجه بتكلم فيها، لو احنا مثلا عندنا ارتفاع درجه حراره بنستخدم كمادات الميه البارده، في حال ان احنا ما شفناش نتيجه ملحوظه ساعتها نروح للدكتور ويكتب لنا الادويه اللي انت بتاخديها حاليا. فالشاهد من الموضوع
فشان الموضوع استعملي الحاجات دي ما تقاسيش، اسبوع يعدي معدل اسبوع مثلا ومفيش نتيجه، لا ساعتها تتعرضي تروحي للدكتور. لكن اصلا في خلال اسبوع من 3 ايام ل 7 ايام كل حاجه بتتصلح وبتتعدل وطفلك بيرجع طبيعي زي ما هو. يعني زي ما قلت لك كده، ديت الحاجات الطبيعيه اللي احنا ممكن مثلا وليكن نستخدمها للطفل، سواء كان للكحه حاجات اللي طبيعيه، كمادات ميه بارده بالخل ماشي تمام زي ما انت بتقولي مفيش مشكله. لكن ما تستعجليش انت تخلي الطفل يستعمل مسكنات، يعني مخفض للحراره ومضاد للالتهابات ومسكن للالام اللي هو مثلا البروفين بتاع الكبسيد اللي هو بتاع الكحه، مش ادياله ايه دي مدياله ايه، ما هو انت كده انت اصلا بنفسك كده انت بتخلي جسمه لا يستجيب الجهاز. بص جسم الطفل جواه كده ربنا خلق له جيش جواه يحارب اي مرض او اي التهاب او اي شيء موجود جوانا، ربنا خلق لنا جيش كده بيطلع يتفاعل بشكل مستمر مع اي خلل ممكن يكون موجود عندنا. اما احنا بندي الطفل ادويه ده بمثابه الجيش، انت بتدي جيش تاني من خلال هذه الادويه بيخش يحارب المرض، فالجهاز المناعي بتاعه بيبص كده على الجيش، فكل مره انت بتدي له فيها دواء انت بتمنع الجهاز المناعي ان هو يشتغل لحد ما الجهاز المناعي بتاعنا يقف ويبقى ضعيف، كنتيجه ان انت مش بتدي فرصه للجهاز المناعي ان هو يشتغل، هو ربنا خلقه لنا ان هو بيشتغل. لكن احنا كنتيجه استعمال الادويه المفرط وكل ما نروح لدكتور طبعا، لكن كاشياء طبيعيه ينصح بيها، وحتى لو الناس ما عادتش بتقتنع بالاشياء الطبيعيه يقول لك ايه اللي اخد دواء، ايه يا جماعه يعني ليه تاخد دواء، ليه مش نخلي جسم ربنا اللي هو خلقه لنا ده يشتغل بفعاليه. جسم الانسان لو بصينا كده على جسم الانسان مليار الخلايا موجوده جوانا كلها بتشتغل لصالحنا، بس بسبب الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها بتبقى دافع قوي جدا ان احنا بنضعف الجهاز المناعي بنفسنا. فانا بقول لك اهو ايه، ما تخافيش على الطفل، ايه يقعد يومين ثلاث ايام عنده المشكله ما فيش مشكله، ايه راعيه شويه بالكمادات الميه البارده عشان السخونيه، والكحه بناخد معلقه عسل نحل عليها عصره ليمونه قبل النوم كده، يبقى انت بتقدر ان انت تحل المشكله بشكل سهل وبشكل طبيعي. لكن انت عايزه من اول يوم ابني يفوق خلاص انا ناخد الدواء، خلاص خليك خد الدواء، الدواء بيشتغل شويه وبعد كده الطفل بيتعافى، وبعد كده بعدها بشهر شهرين هيرجع نفس المشكله، وساعتها الجهاز المناعي بتاعنا مش متعود ان هو يخوض الحروبات مع الالتهابات اللي موجوده جوه الجسم. لكن انت سيب الجيش اللي موجود جوه الجسم ان هو يشتغل بفعاليه. واي دكتور يستسهل ويكتب لك مضاد حيوي او يكتب لك ادويه كده على طول ومش يديك حاجات طبيعيه بلاش منه. شكرا يا دكتور احمد على المعلومات، يلا ربنا يوفقك يا رب. الله يسعدك، الله يجزاكم مثل تمرني باي شيء. الله يشكرك، الله يخليك، يلا يومك سعيد، حياتك كلها سعاده، بشرفيني ان شاء الله باشتراك في القناه بتاعتي على اليوتيوب ان شاء الله. ربنا يوفقك، الله يسعدك، يلا سلام عليكم.